اللي احنا بنتكلم فيه النهارده بالظبط، وابنها 14/8 اللي ما احنا احنا قلنا عليه خلصنا بقى خلاص. 14/8 دلوقتي 6/7 ده السرطان و26/9 الميزان. السرطان الكوكب بتاعه القمر، فهو متقلب جدا مع الميزان، الميزان برضو متقلب، فتلاقي دايما البيت فيه ولا. تقلبات. لا مش والع، هو بيبقى تقلبات حسب المودية. المود النهاردة لطيف فتلاقي البيت لطيف، دايما بتاخد وقت علشان تظبط مع السرطان. مش بيعمل لها استقرار، هي ممكن تكون هي بتعمله استقرار، الميزان بيثق فيها وبيعتمد عليها، لأن الميزان بيحب دايما ان هو يكون مرتبط بشخصية قوية كرجل، يعني هنجيله في الحلقات اللي بعد كده. فهي بالنسبة له حاجة لطيفة، بس هو بالنسبة لها برضو بيعمل لها شوية قلق. لكن هو برضو عشان خارج من العذراء كمان، هو عايز دايما يبقى هو محط الأنظار، عايز دايما رجل الميزان بيحب لما يتكلم تسمعيه، ويفضل يتكلم يتكلم يتكلم، الكلام عنده كتير، مش يعني في ناس كلامها قصير، رغاية. لا رجل الميزان رغاية شوية، بيحب يعني يسترسل. عشان كده دايما تلاقيهم محامين، يعني حاجة صحفيين، هو الميزان أصلا بيكره الظلم، يعني دي من أحد سماته إن هو بيكره الظلم جدا، حبش أبدا، ودايما يحط نفسه مكان الآخرين قبل ما يتكلم يعني. طيب كان في كان منى بقى، كان بنتها كانت 11/7 وجوزها 1/7. 11/7 و1/7 الاثنين برج السرطان، يعني ده في نوعين من السرطان، قمري مستدير وقمري مستطيل. راجل برج السرطان شديد الارتباط بأمه، ودايما بيدور على أمه في اللي هو هيتجوزها، إنها تكون مش أمه يعني إنها تكون أمه، لا إنها تكون تشبه طبعها. إذا أمه رضيت عليها فهي طبعا كده هنيئا لها. فأنتي انصحي بنتك بقى إن هي تخلي بالها من حماتها كويس يعني.